أهلا بكم، حلقة جديدة من الحدث المغاربي، وسؤال قديم لكنه يعود مجددا طارحا نفسه بقوة: إلى أين تتجه الجزائر مع حالة الغموض التي تلف البلاد وعودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مستشفى فالدوغراس العسكري بباريس لإجراء فحص طبي روتيني كما قال بيان للرئاسة الجزائرية؟ تأتي عودة بوتفليقة إلى المستشفى الفرنسي قبل يومين فقط من الموعد المفترض لدعوة الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة بعد 3 أشهر، والتي لم يحسم بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية ولايته ما إذا كان سيخوضها للفوز بولاية رابعة أم لا، وذلك برغم الأصوات المتعالية فيما يسمى بمعسكر الموالاة من أحزاب وجمعيات والتي تدعو إلى ترشحه للرابعة، مع أن وضعه الصحي يثير كم من علامة استفهام. لقراءة هذا المشهد الجزائري الذي يلفه الغموض، معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر سفيان جلالي، رئيس حزب جيل جديد وأحد المرشحين لرئاسيات 2014. سفيان جلالي، ما قراءتك؟ هل يمكن أن ترى شيئا في هذا الضباب الذي يلف المشهد الجزائري؟ نعم، مساء الخير. شوف، مرة أخرى الرئيس الحالي هذا يظهر للعالم، للرأي العام، أن ليس باله في الشعب الجزائري، أما في يهمه هو البقاء. كيف نفسر أنه كان عنده ممكن أن يستدعي الهيئة الناخبة منذ 19 ديسمبر حتى 19 جانفي ويختار آخر لحظة باش يقرر دعوة الهيئة الانتخابية، ثم يذهب إلى الخارج ويقول أن كان الموعد مبرمج منذ جوان 2013؟ يعني كان عنده رانديفو في سبيطار مصطفى باشا، ولو كان يتخلف على الموعد ربما راح يسقط له الموعد. هذا غير معقول تماما. دخلنا في فترة يعني فقدان العقل. كان من المفروض أن الراجل على باله باللي مريض، وكان يحدد ربما الموعد للانتخابات شوية يسبقها، ما يخليها إلى آخر أجال. كان ممكن أن يمضي دعوة للهيئة الناخبة في 19 ديسمبر أو 25، لماذا ينتظر إلى النهاية ثم يذهب ويقول أن كان عنده موعد طبي؟ هل حقيقة يعني راح لموعد كان مبرمج؟ هل يعني أصبح الصحة، الحالة الصحية تاعه تدهورت؟ لكن كل الحالات هو مسؤول تماما على ما راح ينجر من هذا الحالة، لأن بعد يوم الجمعة إذا لم يستطيع أن يمضي هذا استدعاء الهيئة الناخبة، ندخل في فترة خروج من الدستور، نكونوا في مرحلة لا شرعية للحكم لأن تجاوز كل الحدود. وإلا إذا يمضي المرسوم من باريس، هذا يعني أن الكتلة السيادية في الجزائر تستدعى. طيب، في مقابل طبعا صحيفة الخبر، وكان معنا الكاتب الصحفي بوعلام غمراسة أبس، قال بأنه مصادر ونشرتها اليوم الخبر، قالت للخبر بأنه الرئيس قد يكون وقع فعليا استدعاء هيئة الناخبة قبل أن ينقل إلى باريس. طبعا وكالة الأنباء الجزائرية تقول أنه تنقل إلى باريس ولم ينقل يعني. نعم، أولا هذا من الرئيس لازم يمضي في نفس اليوم المرسوم ليستدعي فيه الهيئة الناخبة. في الدستور ما يقولكش يقدر يستدعي الهيئة الناخبة 93 أو 94 يوم قبل الموعد. هذا أولا. ثانيا، وكالة الأنباء خرجت يعني بيان تقول فيه الهيئة الناخبة يستدعيها إما 16 أو 17 إذا لم يكن يعني حارب ولا انكاد فورس ماجور، يعني دخلوا الشك في عملية استدعاء الهيئة الناخبة. لو كان مضاه يعني 6 أيام أو 4 أيام ما كانوش يدخلوا الشك ويقولوا 16 أو 17، لأن 90 يوم بالضبط ماهوش 91 ولا 89 يوم قبل الانتخابات. فهنالك عدم استفهام حقيقة على هذه العملية، وأنا أخاف أنه
يعني ذهب كما في 94 بمفاتيح الجمهورية ويخلق أزمة في البلاد. طيب في مقابل طبعا اليوم وكالة الأنباء الجزائرية الآن هذا جديد قبل ساعة فقط خبر تقول تنقل حتى عن الأستاذ المحامي المعروف في المقرنية العربية بأنه آخر لو ديرني ديلي بور لا كونفوكاسيون دو كور إلكتورال سيلون أية العربي هو 19 جانفي وليس 16 ولا 17. شوف ولو كان يكون 19 يعني الانتخابات ما تكونش في يوم خميس او يوم جمعه، يكون في يوم السبت، وهذا خارج الاعراف، مش طيب. مش من يعني في الجزائر. خليك معنا، ابقى معنا سفيان جلالي. دعنا ننتقل الى فرنسا عبر خدمه سكايب، ينضم الينا من هناك الكاتب والصحفي الجزائري جمال الدين بن شنوف. جمال الدين، طبعا الجزائريون يعتقدون ما دام الرئيس بوتفليقة في فرنسا فإن الخبر اليقين حول وضعه في فرنسا وفي باريس، ولكن في صحف جزائرية تتساءل عن هذا الصمت الرسمي والإعلامي في الصحافة الفرنسية، هل تشاطرها هذه الإنة أم أنه ربما يعني الأمر ليس مهما بالنسبة للفرنسيين؟ يعني هم منشغلون، ليسوا منشغلين لا الرئاسة الفرنسية ولا وسائل الإعلام الفرنسية بالعهدة الرابعة لبوتفليقة، هم منشغلون بسيدة الأولى والثانية لفرانسوا أولاند. يعني السلام عليكم. عليكم السلام. هو يعني قبل ما نطرق لهذا الموضوع أنا ماذا بي نلفت انتباه المواطنين تاعنا كامل على الوضع الخطير جدا 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 اللي رانا عايشينه، واللي الناس مش عارفه به، راهي لربما البلاد راهي في اكبر خطر اللي عرفته منذ الاستقلال، وراني مسؤول على الشيء اللي راني نقول فيه، لربما خطر اكبر من العشريه الداميه اللي فتنا عليها، هذه اولا. ثم من بعد اليقظه لازم نتكلموا مع المواطنين تاعنا ونخليهم يحسوا، خاطر شي قادر الامور تتسارع ثم تعود لي زيفينمون بوف سو بريسيبيتي ا اون الور كي سرا ديفيسيلمون كونترولابل. دونك نقولوا للناس الجزائريين كامل بلادنا راهي في الخطر، ولازم مهما يصرى لازم نجتنبوا العنف مهما كان واش يصرى، خاطر شي العنف اليوم بعض الاوساط من السلطه وهما ولاو في بزاف درك. المشكل تاع السلطه هو انه لي ديسيدور البارونات تاع النظام ولاو يتحسبوا بالعشرات، وكل واحد يجبد في الزوره من جهته، وكاين اللي باش يدخل في المركز الاساسي للسلطه راهو يدير الشونتاج بالعنف، راهو قاعد يقول اذا ما تدخليونيش ندخل معاك من اختار انا ذا اللي راح نعينوه يولي رئيس، انا راح نخلق لكم العنف في البلاد. هذه يعني ماذا بيا نلفت انتباه المواطنين الجزائريين على الخطر اللي راهو هايم على البلاد، واللي قادر بعيد الشر بعيد الشر على بلادنا نوليو في مشكل كبير. دونك اليقظه ثم اجتناب العنف مهما كان. فيما يخص فرنسا والمشكل تاع رئيس بوتفليقه، بالعكس الشديد يهتموا بزاف بالوضع الجزائري وبالوضع تاع بوتفليقه، وانا لربما راح نقول شيء اللي ما يمنوهش الناس، كاين دي كونسيني ولو عنا رانا في ان ايطاد دو دروا زعما ولا بريس ليبر، دي كونسيني كون ايتي دوني وجورنو، مش دي كونسيني طلبوا منهم ماذا بهم، قال حقه pour une raison d'état très importante، لان الجزائر اليوم راهي استان بارتنير ايكونوميك دو بروميير امبورطونس استراتيجيك، ماذا بكم القضيه تاع بوتفليقه طفي شويه الضوء ما تكلموا عليها الا يعني عند الحاجه. ونذكركم باش نعتلكم يعني جوكا اكل بوان لا كومبليسيتي، وانا نقول الكلمه هذه دو ليتا فرونسي افيك لو ريجيم الجيريان، للدرجه وين شاف دي غوفرنمون فات مع بوتفليقه وشافوا الحاله اللي راهو فيها وحضر للمونتاج، يعني الشيء اللي ما بين المقابله تاعو مع الرئيس والشيء اللي شافوا من بعد في التلفزيون فرق كبير، شاف الرئيس تحرك دار دو جاست كيما هكا ثم حل فمه وسكت تحبس. ومن بعد هذا واش قال شاف دي غوفرنمون؟ سي تري غراف، سي اون فورفيتور، ولازم الاوساط السياسيه تاع الجزائر النظيفه النزيهه تندد بهذا وتندد بصفه علنيه. واش قال شاف دي غوفرنمون فرونسي؟ قال لو بريزيدون بوتفليقه ما تري بيان روسي، جي ايتوني باغ
سا ديسيديتي، يعني السيد مش مريض خلاص، يعني شوف لوين وصلوا الكومبليسيتي. واكثر من هذا واش قال؟ اي ما فيليسيتي بور نوتر انترفونسيون او مالي. سما شغل زعما قال لهم انتوما استعملتوني باش نعطيكم زعما الصوره للرئيس تاعكم بلي راهو لاباس، انا ثاني نستعملكم ونكذب نقول بلي راهو قال لي بلي المالي سي تري تري بيان وبارك الله فيكم، وسكتوا تعين بعينيه. يعني انت تعتقد بانه هناك تعتيم مقصود على في وسائل الاعلام الفرنسيه وب طلب من السلطات الفرنسيه من الاليزي من الكي دورسي ربما؟ سي اون سوليسيتاسيون سي با اون كونسين سي اون سوليسيتاسيون وما يعني كونتريرمون اش كو كوا لي جون سي سي صرا هذه. يعني حاجه من فضلك خويا جمال، يعني مهم جدا نتطرق اليها، هذا لو كونترول دو روتين. زعما يعني تتصوروا، يعني العقل، يعني الواحد انسان يخمم زوج دقائق برك الوضع اللي راهو فيه الجزائر، اللي راهي قريب تتفلق البلاد، راهي على شعره. يعني تتصوروا هذا النظام هذا اللي عنده شهور وشهور ما نجموش يلقاو حل باش يخرجوا باجماع على الرجل اللي راه يعينوه، اللي راهم قريب يفلقوا البلاد، ظنوا يعني يبعثوا الرئيس كونترول دو روتين وعلى بالهم واش راح يصرى. Les rumeurs qui vont exploser dans le pays. من المحال كان ان كونترول دو روتين تبعثوا قبل على فاي دو لا كونفوكاسيون دو كور الكتورال. ونذكر كما قال الضيف الكريم نتاعك باللي لا كونفوكاسيون دو كور الكتورال ما تقدرش ديرها يعني من فرنسا ولا، هذا حفل، سي اون سيريموني اوفيسيال. دونك من المحال كان راح بوران. طيب داني اعود الى ضيفي عبر الهاتف سفيان جلالي. سفيان، استمعت الى جمال الدين مشنوف تشاطر هذه النظره التي قد تبدو طبعا يعني فيها قرع اجراس خطر، وان الوضع خطير، وانه فرنسا السلطات الفرنسيه ايضا متواطئه في كل العمليه، وانها طلبت من وسائل الاعلام ان تعتم على وضع الرئيس الموجود في فرنسا. ما عنديش علم ولا يعني كاين تواطؤ، وربما انا رايي العام الفرنسي ما نتمش به او شيء ثانوي. انا واش يهمني هو الواقع في البلاد. اليوم اصبحنا امام ابواب يعني المجهول. يوم السبت ان شاء الله لو كان ما تكونش استدعاء الهيئه الناخبه نصبح في خارج الدستور. اون سرا اون سيتواسيون اور كونستيتيسيونيل. والحكومه تاع بوتفليقه تصبح بدون شرعيه، دوفيندرا ايليغال، لان بند اساسي مهم جدا ودقيق في الدستور لن يكون يعني تحقق في الميدان. وهذاك الوقت الماده 88 تصبح مباشره لازم تتفاعل، لان سي ان كاد. نعم سفيان جلالي، يبدو أننا فقدنا سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد. ربما سيحاول الزملاء العودة إليه لإكمال على الأقل فكرتي. أعود إلى جمال الدين بشنوف، هذا الموضوع الذي أثاره سفيان جلالي طبعا، والصحافة الجزائرية توقفت عنده في موضوع هذه، موضوع استدعاء الناخبة، انه كما نقلت وكاله الانباء الجزائريه للرئيس بوتفليقه يومي 16 و17، واضافت جمله اثارت الانتباه، صوف فورس ماجور، او ربما اذا الترجمه العربيه اذا كانت قوه قاهره ربما الترجمه الحرفيه، وان كانت بالترجمه الاخرى ربما لضروره قصوى. كيف تقرا هذا؟ كيف تتوقف انت ايضا عند هذا الجدل؟ نعم يا خويا، واش نقول لك؟ يعني في الحقيقه اولا كما كان يقول السيد سفيان جلالي، يعني اذا نهار السبت ما يكونفوكيوش الكوريكتورال تسمى نخرجوا من الدستور. الدستور خارجين منه ديجا، علاه؟
لانما ودوك نرجع للسؤال نتاعك، لانما الشعب الجزائري كامل يشوف باللي الرئيس هذا حتى من الكلام ما يتكلمش. والدستور واش يقول؟ يقول لك اذا الكونسي كونستيسيونيل المجلس الدستوري يلاحظ مرض خطير او يعني عنده يتمد في ديغابل لازم يل سوتو سيزي لو كونسي، ما يستناش واحد يطلب منه، لو كونسي كونستيسيونيل سوتو سيزي اي بروسيد او كونستا دو وي ديزين لو بريزيدون دو بارلمون باش 45 يوم الاولى حتى يلاحظوا الكونستات l'état d'empêchement, ثم لما يكونستات l'état d'empêchement il désigne le président du parlement pour 60 jours etc etc. هذا نخرجين ديجا من القانون. اما عن سؤال نتاعك بيان سور لما يقول لك سوف كاد فورس ماجور خطرش على بالهم هما باللي مش رايح بور ان كونترول دو روتين ورايح يعني بالك لربما لربما يتشرع عليه على كل حال، احنا ما نتبناو شرح حتى على واحد بالك لربما راهو في حاله اللي طيب، ولكن في المقابل هناك راي اخر يقول انه ربما هذا سسبنس مقصود، وانه ربما الرئيس ربما سيكشف ايضا اوراق، سيكشف حتى اعداء للرئيس ولمحيطه، انه الرئيس مضى هناك لكشف صحي لطلب اذن حتى من الاطباء للعوده بقوه بشهاده طبيه والترشح لعهده رابعه. يا راجل هذا السيد هذا الرئيس هذا ورانا نلاحظوا فيها بعينينا، يعني ما تقوليش مثلا وين الادله ولا هذا السيد حتى باش يخاطب الامه داوها لي زانفاليد المره الاولى يعلموا له كيف ينجم يتكلم خمس دقائق مع الامه برك 5 مينوت يعلموا له فراز يعاودها ما نجموش. سيد هذا حتى من العائله نتاعو الاقارب نتاعو عاد ما يعرفهمش كيف تحب. طيب ولكن فرضيه سسبنس والتخريجات ليست مستبعده. واش من راح يجيب من كوار سيد اللي دون لانكاباسيتي فيزيك مونتال. طيب. ورانا نشوفوه بعينينا درك يرحم والديك سي جمال. نفرضوا باللي السيد هذا مثلا راهو مريض برك وراح يبرى ان شاء الله، يقدر يتكلم خمس دقائق. طيب يقدر مادام نتبعوهم يقول لك لا مش مريض راهو شويه ست ان بوتيت افي سي وهو باين الرئاسه قال بانه يتحسن يعني. وعلى ما يتكلمش مع الامه؟ طيب ما يخاطبش الامه؟ وعلى ما نشوفوش السيد اللي راهو راح يدوز؟ طيب فرضيه هناك من يقول فرضيه يترشح ليس بالضروره ليس بحاجه الى حمله انتخابيه يترشح، وهناك ربما من يبو كثير من من ينوبون عنه لخوض حملة انتخابية. معليش يا سيدي نفرضوا يا سيدي فليكن. بصح لما رئيس ان بريزيدون ان شيف ديتا مريض كيما هكا لهذه الدرجة هذا اللي كل مرة يجريوا به لفرنسا لي زانفاليد والفال دو غراس. الكونسي كونستيتيسيونيل دستوريا من الواجب نتاعو انه يل سوتو سيزي يعين نفسه علاه؟ باش il demande des explications à une commission médicale composée de médecins etc. يطلب منهم يعطيوه الاطمئنان باللي السيد مش مريض. يقول لهم انا لاحظت ملي الرئيس عاد ما يخاطبش الامه وعاد ما يستقبلش وما يخرجش وما عنده حتى يعني في الحقيقه ان اوكين فونكسيون ريال، ماذا بكم تاكدوا لنا ولا تنفيوا؟ طيب خلي طيب دعنا نعود الى سفيان جلالي. سفيان جلالي طبعا هناك من يقول انه ايضا هناك من يعتقد بفكره ما يطرح سيناريو انه ربما هذا الامر كله سسبنس مقصود، وانه الرئيس ذهب ليعود باذن من اطبائه بشهاده حتى طبيه وسيخوض الانتخابات الرئاسيه. هذا تشوف يعني حتى الانسان اليوم اصبح يخمم في واحد الطريقه غريبه جدا. هذه الجمهورية 38 مليون جزائري ينتظروا في الانتخابات، ما راناش في فيلم هيتشكوك. هذا راح يتخبى ويعاود يولي ويهرب وما فهمناش واش راه يدير. هذا ما فيلم اخرجناش يعني من بعض الممارسات العجيبة هذه اصبحت اشياء يعني غريبة جدا. هذا السيد ولا قادر يتكلم على شعبه ويتقدم ويقول ندير عهدة رابعة.
وخلي الناس تنتخب، ولا ماهوش قادر عليها كان يسرح الناس. طيب احنا طلبنا له في جويه هذا، قلنا له لازم يدير استقاله وينظم انتخابات حره ويخلي الناس تختار. هذا السيد هذا منذ 19 ديسمبر كان قادر يستدعي الهيئه الناخبه، علاه ما دارهاش؟ علاش باقي يستنى حتى النهار؟ طيب في اعتقادك ما هو مطروح الان؟ اذا في اعتقادك ما هو مطروح؟ ما هي السيناريوهات المطروحة؟ المشكل هو شوف أنا واش فاهم هذا الشيء، ابتزاز يعني دي شونتاج، هاو يلعب بمصير الجزائر لأن حب يقعد ولا حبوا يعينوا هما الرئيس الجاي من الزمرة نتاعهم، وربما المشاكل في يعني الجهاز إلى آخره ما قدروش يحتموا على راس الواحد اللي دافع على المصالح تاعهم واللي يغلق الملفات تاعهم الضخمه الى اخره. هذا هو المشكل. طيب وهل تلمس فعلا، هل تلمس مصير الامه؟ طيب الامه، على ذكر الامه، هل تلمس فعلا قلق، ترقب، شعور بمخاوف على المستوى الشعب ام انه ربما الوضع انه هناك استقاله شعبيه، الامر لا يهم الشعب، لا يهم فقط شخصيات سياسيه، برغم ما تنقله الصحافة عن اجتماع قيادات عليا في الجيش ولا غير ذلك، وتشير إلى أن الوضع يطرح تساؤلات وربما حول مستقبل الجزائر ولا غير ذلك. لا شوف سطحيا ربما يقول لك الناس أو الشعب مستقل، لكن الجزائريين واعيين جدا باللي هنالك يعني صراع قوي داخل السلطة، وكاين يعني رجال منتمين الى نفوذ قويه تاع الاموال واموال الفاسده. كلنا نعرف قضيه شاكي بخليل وما وراءه، قضيه طريق السيار الى اخره، كل الجزائريين على علم على هذه الامور. الجزائريين قاعدين على الهامش وهما يشوفوا يعني في هذه المعركه، لكن واعيين جدا ان البلد في خطر، وان يعني السلطه الحاليه هذا النظام البوتفليقي يصبح خطر لكل الامه ولمصير الجزائر. سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد، واحد المرشحين لرئاسيه 2014، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ثم نعود لمتابعه النقاش. أهلا بكم مجددا إلى الحدث المغاربي، يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المغاربية في لندن. نتساءل فيه الجزائر إلى أين مع حالة الغموض التي تلف البلاد وعودة الرئيس بوتفليقة إلى مستشفى فالدوغراس العسكري في فرنسا. معنا دائما عبر خدمة سكايب من فرنسا جمال الدين بن شنوف الكاتب الصحفي. جمال الدين، طبعا مع هذه السيناريوهات أيضا المطروحة، وأنت تقول بأنه بالنسبة لك سيناريو العهدة الرابعة مع عودة الرئيس بوتفليقة إلى مستشفى فرنسا إلى مستشفى فالدوغراس لم تعد مطروحة، ما هي السيناريوهات الخيارات المطروحة في اعتقادك؟ وحديث صحافة الجزائرية تتحدث اليوم الوطن عن اجتماع قيادات عليا في الجيش لتدارس الأمر. انا نظن باللي العهده الرابعه هذه ما فروغ منها، يعني ما بقاش عليها هضره، ولا ربما هذه الخطره، لربما الرئيس في وضع خطير جدا. ثم باش ناكد برك قبل ما نجاوب على السؤال نتاعك، هو انه النظام البوتفليقي هذا في الحقيقه كما قال الضيف نتاعك الكريم ما يتكون الا بشخص واحد وموش الرئيس، الشخص الوحيد هو سعيد بوتفليقه، اللي جات كبيره وما عرفوش كيفاه يخرجوه هو يعني للمترشح. داكشي هو الرئيس الحقيقي منذ النصف تاع العهده الثانيه ابري دوبي 2005 2006، هو لو فيريتابل بريزيدون، هو اللي سمى كل الناس اللي تسموا فيهم عشرات وعشرات الجنرالات، وهو اللي سمى، هو اللي نحى كل اللي تنحاو، وهو اللي حاكم المزود وشكارة اللي سربي الدراهم كلها نتاع النظام. وباش نعرفوا القدره نتاعو يعني لا بويسونس تاعو ريال،
حتى هو يدير كلش وما يبانش، الي انفيزيبل ما يسني والو، هو مستشار اوفيسيالمون يعني رسميا مستشار برك، ولكن في الحقيقه هو الرئيس الحقيقي منذ سنوات. وباش نعرفوا القوه نتاعو الحقيقيه، شوف يعني هذا الرئيس هذا اللي ولا يعني سان كادافر امبيلون، يعني ما سي ولا مسكين يعني حتى فيترينا ماهوش فيترينا يعني طيب. ولكن هناك من يقول جمال الدين بن شنو في المقابل بانه هناك ايضا نظريه مؤامره، وانه هناك ربما سيناريوهات مقصوده بالكلام هكذا عن دور نافذ لاخر رئيس، وانه اطراف ربما في النظام اجنحه في النظام تسوق هذا هكذا كلام، وانه ربما الخيال يغلب كثيرا الحقيقه فيما طرحت وما يطرحه ايضا غيرك من هكذا كلام. حقيقة كاين اطروحة كيما هك، ولكن احنا نشوفوا على حسب الامور كيما راهي جارية نجمو نديروا قراءات. كان واحد الوقت يقولوا لنا الكلون تاع بوتفليقة كونتر كلون تاع التوفيق، فينالمون انا شفنا واش صرا في الدي ار اس نفضوه يعني صفاوه. طيب ولكن وكان في المقابل هناك من يقول انه الصراع في الافلان ايضا حديث عن صراع بين الرئاسة والمخابرات. فالصحافة الجزائرية تتحدث عن هذا بشكل صريح. بصح على ديفيرونس، الفرق هو انه الافلان ما يوزنش غرام. افلان ستان رولي، افلان موش في قلب النظام. افلان ستان رولي الماسوني واللي يخدم. ولكن الم يكن دائما الواجهة المفضلة للنظام، يعني النظام هو واجهته الأثيرة الأولى. بعد طبعا ثم هنا خلقت ذرة ثانية، واجهة ثانية اسمها الأرندي. حقيقة واجهة ولكن ما عندهاش فعالية حقيقية في أخذ القرار. طيب خليك معنا، دعنا نشرك معنا الآن في النقاش من الجزائر عبر الهاتف محمد رزقي فراد البرلماني السابق والكاتب والباحث الجزائري. أستاذ محمد رزقي فراد، كيف تقرأ الوضع؟ هل يمكن أن ترى خيطا أبيض من هذا الضباب الذي يلف المشهد الجزائري؟ مساء الخير عليكم. مساء النور. والله في الحقيقة هناك حكيم أمازيغي توفي في 46 قال حكمة، أين نهضر من الناس سوى الحق إذ المفيد لم يعد للحديث شأن، فالمفيد هو التنفيذ. يعني احنا الآن عندنا نظام من جهة يسعى من أجل استنساخ نفسه، وعندنا من جهة واحدة أخرى الشعب. فكل ما تفضلتم به هو شيء مقبول. يعني نقول لك حاجة، من المستحيلات السبع أن الخير والتغيير والديمقراطية يجي من النظام الحالي. هذه حاجة الأولى. السؤال المطروح، هل الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة أم مغلقة؟ شكون الإرادة نتاع النظام الحالي بغض النظر، لأنه هناك من يقول أن هناك صراع، وأنا أقول لك النظام من 62 وهو متماسك، النظام متماسك. لكن السؤال المطروح، هل الشعب عنده القدرة الآن على تغيير موازين القوى؟ هذا هو السؤال الجوهري. ما دور الشعب؟ احنا الآن نقدر نقول لك أننا آن الأوان باش نوضع مقولة الشاب على اللحاف، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب. طيب ولكن أليست، ماذا عن طلائع الشعب؟ ماذا عن النخبة؟ أليس الجوهر نقاش في النخبة أكثر ربما من الشعب؟ يعني جاي طبعا الشعب هذا الآن، الشعب راهو غاضب، الشعب راهو ساخط، الشعب راهو متذمر. من يستطيع أن يحول هذا الغضب إلى مشروع سياسي؟ هو النخبة، والنخبة السياسية والنقابات والمثقفون والاتحادات الطلابية والجمعيات. فالنخبة الانتليجنسيا هي اللي عندها دور كبير، هي اللي عندها دور كبير باش توعي الرأي العام وباش تطور الرأي العام. فلا بد الآن أن لا نضيع الفرصة الجاية، ما يلزمش نضيع الفرصة في الانتخابات الرئاسية الجاية، لأنه الإرادة الشعبية قادرة باش توقف
آلة صناع القرار التي ظلت لمدة 50 سنة تنجب. طيب كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ربما نظريا كلام جميل، تطبيقيا كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ الأحزاب السياسية وهي مشكورة، بعض الشخصيات السياسية وهي مشكورة، بدأوا الضغط على النظام فيه بيانات وفيه الاجتماعات. الآن آن الأوان باش ننزل للشارع. لماذا؟ لأنه السيد الكريم المسيرات والتظاهرات هو الحد الأدنى للنظام السلمي. أنا بين يدي الآن كتاب اقتنيته من معرض الكتاب الدولي الأخير اللي انعقد في الجزائر بعنوان المقاومة اللاعنفية، وهي دراسات في النظام بوسائل السلمية لشخصية أمريكية. هذا الكتاب هذا يقول الحد الأدنى من النضال السلمي هو التظاهر، هو التظاهر والمسيرات. لأن النظام إذا كان ما مارسناش عليها الضغط سيجدد نفسه بكل ولكن أليس هذا ربما جمال الدين باش نوف كان يقول أنه ربما بالعكس أنه سيناريوهات هكذا حتى وإن كان الغرض منه سلمي ربما ورقة تلعب في يد النظام، أن ربما تأخذ الأمور منحة عنف وربما ليس وقرأت ربما اليوم في الوطن تحذيرات حتى من مناضل وشخصية بوزن علي يحيى عبد النور الذي حذر من أن تأخذ الأمور في صراع الأجنحة كما قال بعدا عنيفا. يعني يا سيدي الكريم خليني نقول حقيقة، السخط والتذمر إذا كان لم يؤطره المثقف، لم تؤطره النخبة، لم تؤطره يعني الطبقة السياسية، الانفجار قادم من وعي الأسف أن نقول هذا الكلام، هذا الانفجار قادم، التغيير قادم إن بالسلاسة أو بطريقة أخرى. ولكن إذا كان فيه تأطير المجتمع لا بد أن يؤطر من طرف المثقف، لا بد أن يؤطر من طرف الطبقة السياسية. واجب الطبقة السياسية، واجب الجمعيات، واجب النقابة، واجب الاتحاد الطلابي أن تؤطر المجتمع. أيهما أحسن، أن يخرج الشعب تحت التأطير أم يخرج بمحض إرادته؟ ولكن هل هذه النخب الشعب له ثقة فيها؟ هل قادرة فعلا على إخراج الشعب يعني على إقناعه؟ ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ما أنا على يقين، أنا راني يوميا مع الشعب، مع الجماهير، راني في الأسواق، راني في المقاهي، راني في الشوارع، يعني الشعب راه واعي. ولكن مثل ما تفضل الأخ مستقيل. لماذا؟ لأنه ما صابش القيادة، ما شابش النخبة التي تحول هذا سخطه وتذمره إلى مشروع سياسي هادئ ومشروع سياسي سلبي. ونقول لك يعني ما وقع في غردية في المدة الأخيرة، لماذا قصر الأمن الوطني في واجبه؟ أنا كنت الجمعة الماضية أنا كنت في غردية، اتفق الطرفان على أن القوات الأمن قصرت في الواجب نتاعها. علاش؟ الضرب على بني ينسى شعير، لأن الوعي السياسي بدأ ينتشر في الجنوب، لأن الوعي المدني بدأ ينتشر في الجنوب. يخشى ما يخشاه المستبد هو النظام. ولكن هناك من قال طبعا هناك أنه هذه ربما ممارسات محلية لا علاقة لها وليست مقصودة، يعني ليست سياسة مركزية يعني مراد بها هكذا يعني ممارسات. المسؤول تؤسس الدولة من أجل توفير الأمن. طيب لا أحد يتصور وجود الدولة بدون توفير الأمن. الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش مثل ما قالها ذات يوم الماوردي. فيا سيدي الكريم إذا نحن الآن رنا في منعرج، إما الرئيس الجاي تصنعه الإرادة الشعبية فيجب على الطبقة السياسية والشخصيات السياسية والنقابات والاتحادات أنها تبذل المستحيل من أجل تعبئة الشعب باش الانتخابات الجاية تكون فيها إرادة شعبية. ما يكونش فوضى، لأن التعبئة يا سيد الكريم والمسيرة يا سيد الكريم لا تعني الفوضى. طيب هل النظام هو الذي يحاول أن يقنع الناس بأن التظاهر بأن رأي آخر يساوي الفوضى. هذه من المفاهيم الأحادية ومن مفاهيم التسلط ومن مفاهيم الاستبداد. وأزيد نقول مرة أخرى، أخشى ما يخشاه النظام هو النظام السلمي.
أخشى ما يخشاه النظام هو نظام سلمي، وما أدعو إليه هو نظام سلمي، لأن تحرك الشعب تحت إشراف الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى والنقابات والاتحادات الطلابية والجمعيات هو تحرك سلمي. شكرا جزيلا لك مهند رزقي فراد البرلماني السابق الباحث والكاتب، شكرا جزيلا لك. أعود إلى جمال الدين بن شنوف، ما رأيك في هذا الكلام، في هذا الطرح لمهند رزقي فراد؟ طبعا وحديثه عن مسؤولية الشعب ومسؤولية أيضا النخب فيما يحدث. معقول يعني على كل حال، ولكن يعني مع احترامي ليه السيد هذا يعني تكلم كلام معقول، ولكن للأسف الشديد النخبة والانتليغانسيا هذه اللي تكلم عليها والأحزاب السياسية على حساب الشيء اللي نلاحظه، القوى الوحيدة اللي تتحرك في الميدان هي القوى اللي تأكل في كف النظام. البرلمان مثلا اللي متكون بالأحزاب تاع لا مونجوار كما يقولوا، انتخب من أقل من 30%، هذا دون لو ميور دي كا يعني ماكسيموم 30% تاع الناخبون. النظام هذا في ذاته دار كل ما في وسعه باش ما تبقى حتى قوة حية في الميدان اللي قدروا يلتفوا حواليها الناس اللي حبوا يغيروا النظام بصفة سلمية. خلاهم اختيار واحد، إذا يحب يتحرك لازم يتحرك بالعنف، يحرق ويكسر ويتلع على عرض الناس اكسترا، باش الشعب في ذاته يولي عيط يا النظام اروح سلكني ما تخليهمش يرجعوني. طيب ولكن هل يمكن الحديث عن النظام ككتلة واحدة؟ أليس هناك من هم في النظام، هناك من طرح الذي يقول بأنه الذين داخل النظام الجناح في النظام الذي لا يريد عهدة رابعة ينطلق من منطلق المصلحة العليا للوطن والأمن القومي، وأنه هذا سيناريو خطر على أمن البلاد وربما بشكل براغماتي على النظام بشكل وتوازنه. ما رأيك في هذا الكلام؟ حقيقة، ولكن أنا نظن وهذا رأيي يعني خاص واني قانع به، يعني هو أنه في وسط النظام ما كانش قوى سليمة لتحوس يعني حقيقة تأسس ديمقراطية حقيقية ودولة حق ودولة قانون، ما كانش. أنا متيقن من ذلك. ثم الخطر اليوم اللي كاين مع فراغ يعني الصحراء السياسية اللي كاينة في الميدان، مع هذا اليوم المشكل الكبير عدنا قريب نتمناه ونقول لكم غير يرجعوا كما في العشرية الدامية هذيك 12 ولا 13 جنرال على رأس النظام، على الأقل كيعدوا 12 ولا 13 يقدروا يتفاهموا ويلقوا حل في بعضهم، وحتى إذا يأكلوا حتى إذا يقتلونا حتى على الأقل البلاد ما تتفلكش وما تنفجرش وما تروحش. اليوم سي جمال المشكل الكبير اللي تقريب واحد ما يتكلم عليه هو أنه في قلب النظام اليوم كاين سيفيل واحد اللي هو سعيد بوتفليقة، سيفيل واحد، وتقريب 70 جنرال، ستين أوليغارشي اللي ما صراتش في التاريخ. كاين 70 تقريب جنرال، كل الجنرالات اللي عندهم دي بوفوار، هذا شيف دي ريجيون، هذا شيف دي يونيتي دو كومبا، هذا او كوموندمون، هذا دي ار اس، تقريب 70 جنرال. على ذلك ولكن سعدان يتحدث عن كلام اخر، يقول بانه عن الدوله المدنيه، وانه اذا ترشح بوتفليقه في العهده الرابعه سيحقق هذه الدوله المدنيه ولن يكون دور المخابرات ولا غير ذلك. يعني ما دارهاش العهده الاولى وما دارهاش في الثانيه وما دارهاش في الثالثه، راح يديرها في الرابعه، يعني في الوقت وين يعني السيد عند الكلام يعجز عليه راح يدير هذه المعجزه هذه. طيب ولكن طبعا في المقابل هناك من يتحدث انه ربما الرقم الجيش لم يعد بذلك التاثير في المعادله، هناك من يتحدث عن رقم الاموال، الرقم الحقيقي، اصحاب الشكاره هم الرقم الان المؤثر كما يرى البعض في المعادله، وانه هذه فقط ربما البعض يريد ان تبقى هذه الحكايه الاسطوره الجنرالات وتاثير الجيش ربما لخدمه مصالح معينه وقراءات معينه. أنا رأيي الخاص هو أنه أصحاب المال الأولين في البلاد هذه هما جنرالات، هذا ما تكلم عليه اللي راهم في وسط في قلب النظام، هما أرباب الأموال الأولين، لبعض فيهم الأموال تاعهم عادوا تعدوا بالملايير تاع الدولارات،
طيب ده بالمئات، على الأقل بالمئات الملايين دولارات. ثم أرباب المال هذا لي جون دو فورتون اللي سي لا بيريفيري دو ريجيم، سي لي بارونتيل لي كليونتيل، هذا من الناس من الأهالي والأصدقاء والزبائن تاع الجنرالات اللي راهم في الحلقة الأولى. عندهم وزن على كل حال، ماهمش غايبين من الساحة، ولكن عندهم ان رول بيريفيريك. طيب الوقت يضغط علينا، دعنا نشرك معنا موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وأحد المرشحين للرئاسيات. سيد موسى تواتي، كيف تقرأ الوضع الآن في الجزائر؟ الجزائر إلى أين يعني عمليا يعني مع هذه المستجدات؟ عودة الرئيس إلى فال دو غراس قبل يومين من الاستدعاء الهيئة الناخبة وثلاثة أشهر من الرئاسيات. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أظن أشكركم على دعوتي إلى التحدث على قناتكم المغاربية. نحن اليوم السيناريو اللي هو السيناريو الحقيقي أننا نريد أن نجد ثغرة أو مخرج بعد عدم اكتمال التوافق بين المجموعتين الماليتين، لأنه صفحة اليوم المجموعتين، المجموعة التي كانت تحكم بسلطة المال والمجموعة التي كانت تحكم بسلطة العسكر، اليوم هي دخلت في مفترق الطرق، بحيث أن المجموعة هذه العسكرية أو المدنية التي كانت تحكم هي وصلت إلى سن التقاعد، وهنا أصبح لزاما على هاتين المجموعتين أن تجد مخرج للاتفاق الذي كان مبرمج له منذ 88 لإدخال الجزائر في مأساة، وانتقال من نظام اشتراكي إلى نظام حر أو ليبرالي نوعا ما، ولكن بتحفظ. فعليهم أن يخلقوا توازن مجموعة مالية، هذه المجموعة المالية اليوم اكتملت، وأن رئيس عبد العزيز بوتفليقة عند مجيئه في أول عهدة له قالها بالحرف الواحد: خدمت على أرواحكم 20 سنة، هذا دوري. الآن اكتملت هذه العملية وأصبحت هناك كتلتين ماليتين، كتلة تنتمي محسوبة على مجموعة الخليفة، وكتلة ثانية مجموعة على شكيب خليل. وهنا أصبحت المبالغ المالية المودعة باسم الأشخاص في البنوك حسب التقرير الأمريكي بأنها تجاوزت 200 مليار دولار، 216 مليار دولار. إذن هذا المرحلة وصل فيها السيد عبد العزيز بوفيقة والمجموعة نتاعو الذي تريد كذلك الاستمرار في هذه المجموعة، وبحيث أنه في هذا التعديل الذي وقع في الحكومة وأسندت مهام الوزارات المكلفة بالشؤون الانتخابية. يعني الوقت طبعا انتهى، طبعا الكلام هذا طبعا يبقى كلامك وكلام جمال الدين بشنوف، يعني حق الرد مكفول لكل الأطراف ربما التي ترى بأنها معنية بهذا الكلام. طبعا ليس هناك أي دليل لكلامك ولا كلام جمال الدين بشنوف. يعني في اعتقادك الصراع إذا صراع على المال وليس صراع سياسي بواجهة سياسية بخلفية مالية، إذا فهمت؟ معذرة. نعم. معذرة، أنا أصل إلى الجانب الحقيقي. إلى الجانب الحقيقي ما هو؟ هو أننا اليوم أن من هو سوف يصل إلى سدة الحكم من هاتين المجموعتين، أو من هو الذي سوف يحافظ على الحكم؟ هل مجموعة العسكر أم المجموعة المدنية اللي هي يترأسها عبد العزيز بوتفليقة، أو بلغة أخرى يترأسها السعيد بوتفليقة الذي كان ينظم الشؤون الاقتصادية في البلاد؟ طيب، وفي اعتقادك ما الوقت يضغط علينا في 30 ثانية، الجزائر إلى أين مع في ضوء هذا الكلام، في ضوء كلامك هذا مع قرب الانتخابات؟ أظن الجزائر اليوم هي أننا ندخل في وقف في عملية انسداد، ثم ريثما نتفق بين الكتلتين للاختيار من، هل نذهب بشفافية وديمقراطية في الانتخابات، وتكون هذه الانتخابات يحسن فيها الدور الثاني ويدخل المال كعملية لتأهيل من لهذه الكتلة أو لهذه الكتلة.
فهذا هو المشكل. أو الآن ندخل في مرحلة انتقالية نستدعي رئيس المجلس الأمة والإعلان عن الشغور بعد انقضاء الأجال لاستدعاء الهيئة الناخبة، وندخل هنا في شغور رئاسة الجمهورية، ونعين من يقوم بإدارة الشؤون الدولة إلى غاية الفصل أو إلى غاية الاتفاق بين الكتلتين. شكرا جزيلا لك موسى تويتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية. في 30 ثانية جمال الدين بشنو في الأخير الجزائري لين؟ ربي يستر ربي يستر. وانا نطلب يعني نغتنم الفرصه نطلب منكم يعني انتم على شان المغاربيه ونشكركم باش يعني اختش التاريخ ما يرحمش، والامر كما قلتها في الاول او خطير جدا. نطلب منكم يعني ديروا كل ما في وسعكم باش بالاخص الشباب نتاعنا يشعر باللي هذا هو وقت اليقظه، وهذا هو الوقت اللي يتعبى من الشعور باللي لازم العنف ما كانش مهما يصرى مهما يديروا. وقتاش كاين اوساط اللي راح تستعمل العنف باش تفرز روحها في النظام في وسط قلب النظام. طيب ولكن في المقابل هناك من طبعا، ولكن هناك ربما من هو متفائل يقول بانه ما هناك انتخابات رئاسيه مقبله وربما فرصه لتغيير حقيقي ولا يجب استباق الاحداث. يا خويا نتمناو هذا الناس اللي يقولوا كيما هك هما عندهم الحق وحنا نكونوا غالطين. انا نتمنى بكل صراحه نكون غلط، حتىش انا مانيش متفائل خلاص. انا خايف على بلادي وخايف عليها بزاف بزاف، ما نضركش عليك. شكرا جزيلا لك، ارجو ان يكون خيرا. جمال الدين بشنوف الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه من الحدث المغاربي، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.